بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صادقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. وهذا يجرنا إلى عنوان الحلقة اليوم، وهي ميثاق علماء تونس، العلماء الذين صادقوا ما عاهدوا الله عليه. واستضفنا لهذا الحوار، في الحوار الديني، ضيفنا الذي شارك سابقا معنا في نفس البرنامج، الدكتور مازن الشريف، وهو باحث ديني، وهو باحث إسلامي. مرحبا بك دكتور مازن الشريف. السلام عليكم. ما أهمية هذا الموضوع دكتور؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ذلك أن الحق يأخذ بعضه ببعض. الحق عهد وميثاق بين الله ونبيه، وبين الله وخلقه، وبين المؤمنين الآخذين بالسند الموصول إلى رسول الله كابرا عن كابر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وفي كل زمن تأتي الفتن، ويأتي أصحاب الدعوات المغرضة، ويريدون تشكيك الناس فيما عندهم، مجسمين الله مرة، معطلين صفاته مرة أخرى، أتينا بفكر الخوارج، أتينا بغير ذلك. وهذه الأمة عرفت كثير من ذلك، عرفت مثلا شذوذ التأويلات عند القرامطة، عرفت ما عرفته من مشاكل الكلام وغير ذلك. ويندرج هذا السياق من جانب نظري إلى جانب مادي، يتحول إلى القتل وتحول إلى الاغتيال وتحول إلى الحرق والتدمير والتخريب. ولكن بقي للأمة سرها، وبقي للأمة علماؤها في الأمصار والأقطار وفي كل مكان كانت فيه راية لا إله إلا الله. هؤلاء الآخذون بالسند يأخذ بعضهم ببعض، بقولا وعقيدة وفقها ومنطقا وعلما إلى غير ذلك. رجال صادقوا ما عهد الله عليه، وهو عهد بين هؤلاء وربهم. ضمن هذا السياق، عندما ننظر في تاريخية البلاد التونسية وشمال إفريقيا والأندلس، تاريخية علاقتها بهذا الدين منذ الفتح الإسلامي الأول إلى هذه اللحظة. طبعا تأسست المدرسة القيروانية والمدرسة الأسدية، سيدنا أسد بن فرات، والمدرسة التي قام عليها سيدي علي بن زياد، وهذه المدرسة الزيتونية القيروانية، مدرسة صحنون وأبي العرب التميمي، ومدرسة العلماء الأفاضل الكبار الذين دخل الإسلام وأتى إلى هذه البلاد عبر علمهم مع جهاد سيدنا عقبة والعبادلة وغير ذلك. هؤلاء العبادلة السبعة، نعم، هؤلاء كان لديهم منهج اعتمدوه وارتضاه الله لهم، كما ارتضى إخواننا في بقية أمصار الأمة. وهذا لا يعني التشرذم والتشظي، بقدر ما يعني أن كل قوم من أقوام الأمة، لأنه هي حضارات داخل حضارة. عندما نتكلم عن الحضارة التونسية، لا نلغي بذلك وجود الحضارة الإسلامية، ولا نعني تمزيق الأمة، إنما هي أمة فيها فروع. عندما نتكلم عن منهج الإمام الشافعي، أو منهج الإمام أحمد بن حنبل، أو منهج أبي حنيفة، أو منهج الإمام مالك، هذه تبنتها حضارات في اعتقادي، مسمى حضارة تونسية، هي حضارة تمتد في التاريخ ولديها بعد إسلامي. فهذا الجانب لخصته الزيتونة. عندما نتكلم عن جامع الزيتون المعمور، عن أول جامعة إسلامية، عن قبلة القبلة الرابعة كما يسموها البعض، أو كعبة شمال إفريقيا، هذه المنارة كان لديها منهج واضح جلي
مبين في كتبهم، مبين في خطبهم، مبين في علومهم. أخذه العلماء بالسند المتصل كابر عن كابر، عبر في مدرسة ابن عرفة، مضى في مدرسة سيدي علي بن خليفة المساكني، قبله أستاذه علي النوري، وصل إلى مشايخنا الأفاضل على رأسهم الشيخ كمال الدين زعيت رحمه الله. كل هؤلاء كانوا على منهج جلي لخصه ابن عاشر في متنه في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيدي السلك. فهذا هو مدار أول، المدار الأول لهذا الميثاق. وهم على طريقة السلف الصالح، هم يتبعون السلف الصالح. طبيعي، احنا قلنا. ونحن اليوم نرى نعيش فتنة من الفتن التي ذكرتها في التاريخ، وهي فتنة جديدة نعيشها اليوم في تونس. جديدة قديمة هي. وسمعنا في الأيام الأخيرة أن هناك من يريد تدريس العقيدة الوهابية الضالة في جامع الزيتونة بالذات، ويستدعون مشايخ وهابية من الخارج. أليس لنا مشايخ وعلماء في تونس؟ هو والله الموضوع يثير الغضب، وأنا أعلم أن الأحبة من أحباب الزيتونة ومن التلاميذ ومن المشايخ في ألم وغضب، وأعتقد إن لم يقع إيقاف هذا الأمر سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة جدا. لماذا؟ لأنه الجامع الذي منه عمر المحجوب الذي رفض هذا الفكر، هو اللي رد على رسالة. نعم. محمد بن عبد الوهاب. نعم، الجامع الذي أخرج للعالم نخبة من أفضل علماء الأمة، الشيخ طاهر جعيت، محمد الطاهر محمد طاهر بن عاشور. نعم، ما أدراك الشيخ جعيت، ابن خلدون، إلى آخره، الشيخ سالم بوحاجب، إلى غير دون ذكري. ما شاء الله، يعني هي سلالة كاملة ما شاء الله. فهذه المدرسة العظيمة الآن يراد بها أن يقع السيطرة عليها، كما يراد السيطرة على جامع الأزهر وغيره، نفس البرنامج بالتوازي، ويراد إدخال هذا الفكر، إن كان فكرا طبعا احنا جادلناه كثيرا، أقول هو طيار. هذا الطيار في أخطائه الاعتقادية وفي أخطائه الكثيرة، طبعا من حق أي شاب تونسي يرى في هذا الفكر أو في هذا الطيار بحكم دعمه وبحكم قوة الآلة الإعلامية والتمويل، ربما ينخدع أو ربما يريد هو، وربما من تمين كثيرون له. هذا مسألة إن ناقشناها بالجانب المدني، حرية معتقد، لكن بعيدا عن جامع الزيتون لديهم أماكن كثيرة، هم افتكوا الكثير من المساجد، لديهم مجالات كثيرة فليتصرفوا، هم لديهم ميدان، لكن جامع الزيتونة له قداسته. وسنظل نحن المؤمنون المقتنعون أن إفريقية أشعرية مالكية جنيدية، وأننا أهل اتباع لسنا أهل ابتداع، وأن مرجعيتنا هي الزيتونة، سنظل ندافع على ما نراه حقيقة وهو الحق. قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد، ونعلم يقينا أن هذه الموجة إن طالت وستطالت فهي كموجة الدولة الشيعية التي حكمت تونس وذبحت علماء القيروان الفاطمية، ولكنها لم تغير مذهب البلاد ولم تغير في حقيقة العباد. عندما بعد حرق الزوايا الصوفية مثلا، وعندما تفتك المساجد، كل هذا من باب الصراع موجود وجائز وعاشته الأمة. من باب الحق المدني لدى البعض بطريقة سلمية أن يؤمن بفكر معين، أن يكون على مظهر معين، هذا لا يزعج. إذا دخل في عمليات الضرب والحرق وكذا، هنالك دولة عليها أن تقوم بواجبها، هنالك سلطة عليها أن تقوم بواجبها، وهنالك مجتمع مدني ونحن فيه سنقوم بواجبنا. أما أن يمضي الأمر إلى جامع الزيتون المعمور، إلى هذه المنارة، فهذه عاقبة وخيمة جدا. لذلك نحن نطالب السيد وزير الشؤون الدينية أن يراجع هذه المسألة. أنا قابلته منذ زمن وأخبرته أن هذا الطيار لن يجلب إلا الدمار للبلاد التونسية، ونعيد نقول لهم، لكل من تحدثه نفسه أن جمع الزيتون سوف يفتك أيا كانت الطريقة وأيا كانت الكيفية، فإنه هذا مستحيل، لأنه لهذا الجامع رجاله وله المؤمنون بحقيقة وجوده، له قداسته. وأنا أهيب بكل الإخوة أن يتحركوا بشكل مدني، بشكل قانوني أيضا، بشكل عملي، لمنع مثل هذه الأشياء والاختراقات، لأنه نحن لا نؤمن بالصدام ولا نؤمن بالدعوة إلى التشرذم، لأنه الشباب الذي يؤمن بأي فكر كان يبقى تونسيا ما دام يراعي شروط المدنية من احترام الآخر، من عدم فرض رأيه بالقوة،
لا مشكلة في وجوده، لا مشكلة في أن يحاضر، في أن يتكلم. المساجد هي بيوت الله، عليه أن تجنب هذه المشاكل والضرب وإسالة الدماء. وجامع الزيتون المعمور أكبر مكان عليه أن ينأى من هذه التجاذبات. لجامع الزيتون مرجعية عمر أكثر من 1000 سنة، هل يمكن من المعقول أن تدرس عقيدة التجسيم في جامع الزيتون المعمور؟ هل من المعقول أن الجامع الذي كان إمامه عمر المحجوب ورفض هذا الفكر وأفتى فيه فتوى باتة لا يغيرها الزمن ولا يمكن لأحد أن يأتي بعد ذلك فيقول هذا كلام غير صحيح؟ إن قاله تشدقا فليقل ما شاء، لكن بالحقيقة العلمية لا يمكن. فهل من المعقول أن يقام في مثل ذلك؟ نرى أن هذا الأمر لا يجوز ولا ينبغي أن يتم، ولن يتم إن شاء الله. إن تم أعتقد ستكون عواقب سيئة جدا. سنمضي إلى كل الطرق الممكنة المدنية، وربما كي لا ينفرط الأمر أيضا، كي لا يتحرك حماسة الشباب ويصير فيها غضب وتصير فيها إشكاليات. وإذا تعلم ما حدث مثلا مع الشيخ كامل السعادة، طرق مستهجنة في إخراجه من جامع الزيتون المعمور، والآن الشيخ حسين العبيدي أيضا يخوض صراعا ضد هذه المسائل. أعتقد أنه لابد أن ندعم هؤلاء المشايخ، المشايخ الزيتونية نحن ندعمها إن شاء الله بالكامل. وأرى أنه ميثاق علماء تونس إن شاء الله نتكلم عن فكرته، هو ترياق شاف ودواء كاف، وأمر يمكن أن يعجل بإظهار حقيقة هذا المنهج الزيتوني، ويظهر أن هذه البلاد على نورانية وعلى بصيرة، ولها رجالها ولها علماؤها، وغير محتاجة بالكلية إلى من يأتيها بعقيدة مضادة لعقيدة أهلها. وإن كان من باب كما قلت باب الحق المدني للشباب أن يتبع ما يراه، لأنه إذا نحن قصرنا في تعليمهم حقيقة المنهج الزيتوني فلا نلومهم، وهم تركوا سنين طويلة دون مرجعية مع جفاف تشويش منابع إلى غير ذلك. لكن دائما ندعوهم بالكلمة الحسنة، أنه منهج أجدادكم، منهج سلفكم الصالح، المنهج الموجود في هذه البلاد هو منهج من أقوم المناهج، هو منهج صحيح آخذ بالسند المتصل، منهج السلف الصالح على حقيقته في معتقده في فقهه إلى غير ذلك. والذي يريد الحقيقة عليه أن يدقق وأن يترك التعصب الأعمى ويترك الغضب الأهوج، لأن الحق لا يحتاج إلى، لا يضره التمحيص. محص الأمور، تثبتوا وستجدون أننا بإذن الله على حق. نحن نقول لهم كذلك، نحن لسنا دعاة عنف طبعاً ولا صدام طبعاً. نحن لا نريد الصدام طبعاً. ولكن لا تمتحنوا صبرنا، فنحن إن فرضتم علينا العنف والصدام فلن نتأخر، وسندافع عن جامع الزيتونة. نرجو الله نصل إلى ذلك، لأنه مع، ولكن لابد أن يفهموا أننا لم، البلاد تعاني ما يكفي. أعتقد أيوة. حرق العلم منذ أيام في بنزرت والأحداث التي تمر بالبلاد والجرائم وغير ذلك، أعتقد أنه البلاد لها ما يكفي من المشاكل. لا 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 يجب ولا ينبغي. نعلم يقين وجود أشخاص الآن متنفذين حتى في السلطة لديهم هذا الميل وهذه النزعة لهذا الفكر، أو إنجاز أنه فكر، نعلم ذلك جيدا، نعرفهم حتى بالأسماء أو نعرف جملة منهم، ولكن لا حق لهم أبدا في أن يتحدوا عقائد الناس ويستفزوا الناس. إذا كان الفيلم الذي بث مرة فيه تجسيم للذات الإلهية أثار غضب وغير ذلك، فهذه العقيدة تجسم أصلا الله، تجسمه بطريقة صريحة مبينة. وهذه يا سيدي حتى لو كانت صحيحة هي على خلاف ما نحن فيه، وليس لأحد الحق أن يفرض على أهل إفريقيا، على أهل تونس، أن يفرض عليهم هذا المنهج أو هذه الطريقة أو هذا الأسلوب. الشعب التونسي اللي ما يفهمناش ممكن باللغة العربية الفصحى بالدارجة نقولوا له يجسمون الله، يعني يمثلون الله كالبشر، أي عنده له يد، عنده يد، عنده عينين، يقعد على كرسي، الله موجود في السماء، وهذا يسمى كفر في العقيدة نتاعنا، العقيدة الأشعرية، أن الله ليس كمثله شيء. المسألة العقدية يعني مبينة في كتب العلماء، لكن المشكلة وين؟ المشكلة هو الاستفزاز المستمر بالضبط، والرغبة عند البعض المرضى والحمقى في إشعال حرب أهلية في تونس. يعني جميع الأسلحة وهالمشاكل هذه كلها، وهنالك من يدير رحى معركة
يريد أن يصل بها إلى الصدام بين التونسيين. الأسلحة هذا خطير جدا. أنت قلت الأسلحة، أرون ندقق، الأسلحة اللي قاعدين يكتشفوا فيها مخازن الأسلحة أسلحة حربية من أعلى طراز. به الناس هذم اللي جمعوا في الأسلحة الحربية شنو معناه؟ شنو ناويين بها؟ شكون باش يواجهوا؟ بخلاف الجيش التونسي شكون عنده أسلحة حربية؟ فما كان الشرطة والحرس شكون باش يواجهوا؟ باش يواجهوا القوات مع قوة الدولة المسلحة، يعني الشرطة والحرس والجيش. شنو ناويين؟ ناويين انقلاب على الوضع في تونس، انقلاب على الدولة التونسية، ضمها لدول أخرى ضرب عندها نفس العقيدة. ضرب لي مقومات هو الموضوع. إذا أخذ من جانب الدعوة، مارس الدعوة التي تريد ضمن كنفي احترامي الآخر، لو كان لدينا سلطة واعية وعاقلة في هذه الجوانب لأوقفت هذه المسألة ولمنعت هذه الدروس من المساجد ومنعتها أصلا من الوجود، لأنها تضر بالأمن القومي التونسي وأمن العقيدة. ولكن يبدو ما دام ما فيش، ما دام لا يوجد يا سيدي، فلنقول انه حقك ان تكون على ما تريد بطريقه سلميه، رغم انه لدينا الادله الثابته على الحرق والتدمير والضرب وغير ذلك. فلنقول انه هذا كله سوف عفى الله عما سلف، نحن دعاة سلم، دعاة محبه. لا تمتحنوا صبر الناس ونصل الى جامع الزيتون المعمور، دورات في الاسس الثلاثه للتوحيد على عقيده خاطئة بإجماع علماء الأمة حينها والآن. لا داعي لأن نسرد ما سردناه من قبل ونكرر ما قلناه. المسألة بسيطة جدا، فلنوقف هذه الأمور، نتوقف، فليفكر وزير الشؤون الدينية ولتفكر الدولة، أتكلم عن السلطة ليست الدولة، أن الدولة سوف تنهار إذا ما استمروا في تمزيقها عقديا اقتصاديا. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كان ليس لديك لجان استشارية ولجان خبراء وخبراء استراتيجيين يبين لك الكوارث التي تحدث الآن على مستوى الأمن الفكري والمستوى الأمن الشامل، على مستوى الأمن الاقتصادي، على مستوى السياحة، على مستوى الثقافة والأدب والشعر والموسيقى، على مستوى العقيدة والمساجد، على مستوى مسائل كثيرة، فأتي باستشر أهل العلم وأهل الذكر. إن كنت لا تريد وتريد أن تركب غرورك كما ركب فرعون غروره، فإن طوفان الله سبحانه وتعالى جرف من كان أعتى. لذلك أمام الحق لا نخشى في الله لومة لائم. لا بد من وعي واضح أن هذه البلاد ترابها سخون، قلناها ونقولها مرار، ولا يتعلق الأمر بحرق زمان أو بحرق علم هناك. البلاد التونسية علمها مقدس، ترابها مقدس، عقيدتها مقدسة، أمنها الاقتصادي مقدس، أمن مواطنيها مقدس، وكل هذا لابد أن يحترم ضرورة من الجميع. إن كانت لدينا اختلافات فكرية بين أقصى اليمين وأقصى اليسار ووسط اليمين إلى غير ذلك، كل هذا يفض بالمحاورة وبالرجوع إلى أصول الأشياء. ويمكنك أن تتناقش سياسيا حتى تصل للتحارب، يعني الآن يصير في مجلس التأسيس تحارب أصل سياسي، ولكن لا تدخل إلى مناطق ممنوعة لم يدخلها أحد من قبلك. لا أحد تجاسر على إدخال معتقد فاسد إلى جامع الزيتون على مر تاريخ تونس. لا أحد تجاسر. هذا يشبه ما فعله دون جوان الإسباني عندما ربط خيله وأحرق جامع الزيتون. هذا إحراق مادي، هذا إحراق معنوي. تأتي بعقيدة فاسدة أفتى فيها مفتي مفاتي وعالم علماء إفريقية، عمر المحجوب والتميمي وغيرهم، وهو تكلم باسمي ولساني السابقين له كلهم الذين أخذ عنهم بالسند المتصل إلى رسول الله، ثم أنت تركب عنادك وتريد أن تنفذ ما في عقلك، تتبع دويلة هنا، فكرة هنا، أو فكيرة هنا، وتأخذك أطماع نفسك وتنسى أنك كنت ذليلا فأعزك الله، وكنت فقيرا فأغناك الله، وكنت مسجونا فحررك الله، ويضرب لك مثل بني إسرائيل وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، ويؤتيهم من المن والسلوى، يؤتيهم يشق البحر شقين وينجيهم ويهلك فرعون فر من تونس مثلا فرعونها، ولكن في النهاية طلبوا القثاء والثوم والفوم والبصل. إن عقلا بربه لربه ما وصل وقلبا بربه ما اتصل، مصيره هذا الثوم والبصل. هؤلاء البصلي والفكر يأخذون بصل من تلك الدويلة وبعض الأشياء من هناك، ويحكم عليهم في النهاية بالتيه. الله يرقب الجميع،
البلاد لديها قداستها، لها مقامها، ليس فقط حرق مقام بوسعيد الباجي وكأنه صار من التاريخ، ولا اغتيال شكري بالعيد إذا تكلمنا حتى عن القتل، وصول إلى الدموية، قتل المختلف شكري بالعيد عني. أنت ذكرت شكري بالعيد، يلزمنا نعرف شكون قتل شكري بالعيد. لا بد أن نعرف من قاتل شكري بالعيد، خاطر يظهر أنه فما كتمان على الشيء هذا. وعندي معلومات أنه المسؤولين يعرفوا شكون قتل شكري بن عيد. هو والله بالنسبة لل وبالله نحب إضافة أخرى، أنه في سياق الكلام نتاعك أنا نذكر لو دامت لمن سبقكم لما آلت إليكم فتذكروا أنها لن تدوم لكم، ولهذا أرجع إلى اليقين، فجامع الزيتونة خط أحمر. صحيح. توفقني في هذا ولا؟ طبعا هو بالنسبة للموضوع الاغتيالات هذه وحتى شهداء الأمن أيضا، كل هذا يعني يؤسف حقيقة، وحتى الذين قتلوا منذ أيام في هرقلة، هذا التحريك لهذه المشاكل أعتقد أنه أمر وراءه ما وراءه ولابد من مراجعة. اثنين، عندما نتكلم بهذه القسوة فإننا لأننا نرى قسوة أسوأ منها ونوع من التحدي لمعتقداتنا، ونرى أنه من الممكن عدم فعل ذلك. ممكن الآن لديها مشاكل تشغيل ومشاكل مختلفة، ونمد أيدينا لكل من يريد أن يعمل في هذه البلاد، كلهم أبناء هذه البلاد مع حماية دماء السياسيين، دماء المواطنين، دماء الشباب كلهم، من كان سلفيا أو علمانيا أو كان منهجه مهما كان، هؤلاء جميعا أبناء هذه البلاد تحمى دماؤهم وذممهم وحقوقهم، ولكن دون التمادي ودون التراخي والتمغفل والتغابي. وربما هو ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي لها سياقه، لكن هذا يعني إفراط في الغباء الاستراتيجي. تعرف أنا شو أسميه؟ أنا غباء استراتيجي، هذه كلمة عالية. أنا أسميه بلغة الكورة، لغة الرياضة، غفاصة، سياسيين غفاصة. تعرف شو معناها غفاصة؟ معناتها ما يعرفش يلعب، يخرجوه ما عادش يلعبوه. ولذلك هذايا ماهوش معقول، ماهوش منطقي. شنو كلام هذا في عوض نتلهاو بتحرير الدستور؟ الدستور التو محضر. في عوض نتلهاو بنحضروا الانتخابات في أقرب وقت، في عوض نتلهاو بالتشغيل، بدفع للاقتصاد. كل مرة تقع مشكلة استفزازية باش نزيد نطوله في المدة. هل هذا هو الهدف؟ هو تطويل المدة؟ تطويل إقامة الحزب الحاكم في الحكم؟ والله أنا أنأ بنفسي عن أي شيء من هذا التوصيف، ولكن النقطة ونرجع للسطر، لا تقربوا جامع الزيتونة، خط أحمر، لا تقتربوا منه، افعلوا ما كتب الله علينا أن نتحمله، ولكن لا تقربوا تلك المنارة، لها قداستها، حوصرت سنين وابتليت مرارا، يكفي. فليقع إيقاف هذه الأمور المهزلية، ونطالب سلطة البلاد ووزير الشؤون الدينية تحديدا بأن يقف موقف يرضي ربه ويبر به وطنه، إن كان هناك إيمان بوطن اسمه تونس، لأنه أعتقد البعض لا يؤمن بتونس أصلا، ولا يراها وطنه، ولا يرى العالم يعني له أي شيء، وهذه مسألة أخرى. وهذا المشكل، الدولة قاعدة تضعف، وهم قاعدين بالاستفزازات هذه وبالتصرفات هذه يضعفوا فأكثر فأكثر. وين ماشيين؟ حبوا الدولة تنحل؟ أسأل الله السلام. ولا تمشي غبارا تدخل في صلب دولة أخرى معاش موجودة تونس؟ وهذا كي نطمئن، تونس أعظم مما يظنون. بالضبط. وعند الله سبحانه وتعالى سرها، لأن سقاها سيدي عقب بن نافع دمه، والكثير من الصحابة إما استشهدوا أو سكنوها ثم توفاهم الله فيها، والكثير من علماء والمجاهدين والصالحين. هذه أرض أنبتت وأنجبت رجالا وأنجبت نساء وحرائر، وهي أكبر بفضل الله الأكبر سبحانه، ولكن نحن علينا أن نقوم بما علينا القيام به. طيب. نقوم بدورنا أمام التاريخ، أمام الأجيال القادمة، نقول لا للعنف أيا كان مصدره، لا للقتل والاغتيال، لا للاعتداء على المساجد واعتداء على العلماء، الاعتداء على المقامات والزوايا، وعلى اختلافنا في النظر إليها. من كان يريد أن يراها مكان شركة حقه، لكن ليس لديه الحق أن يحول نظرته هو
إلى فعل تعسفي. وأيضا ما طب شفتحنا من جديد أيضا لنقول أي. لنقول أن جامع الزيتون المعمور هو خط أحمر لا يجب أن يقرب أيا كانت الطريقة، وإن فعل ذلك وتجمعوا وتألبوا فإن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإنما هي لنبلونكم لنعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم والله يمحص المؤمنين والصادقين. طيب فهي دعوة للصادقين ختاما لكل أحباب جامع الزيتون، لكل مؤمنين بعقيدة ومعتقد أهل إفريقية، نقول لهم تحركوا مدنيا في جمعياتكم، انضموا إلينا في الرابطة الزيتونية وفي دعم ميثاق علماء تونس، انضموا إلى كل صوت حر ليس لا تحركه لا غاية مالية ولا أعطي أجرا كي يتكلم، ولا هو يمثل هذا أو ذاك، ولا هو خادم سلطان ولا غير ذلك، إنما تحركهم ضمائر حية مؤمنة مستعدة لأن تدفع أرواحها تلقاء ومن أجل كلمة الحق والحفاظ على ما أخذناه من سلفنا الصالح الذي لا نكن له إلا التبجيل والتقدير والمحبة، ومن أجل أن تأخذ الأجيال القادمة دينها على نقائه بأخلاقياته وبروحه وبمعنوياته وبأسراره وبأنواره. نعم. طيب نرجع إلى ميثاق علماء تونس وهو مرتبط بالشيء اللي قلناه هذا، وفحوى ميثاق علماء تونس يتكلم عن نفس الموضوع، فكيف تبلورت فكرة ميثاق علماء تونس ومن كان وراءها؟ هو المولى سبحانه وتعالى ينظر في أحوال عباده، ثم ما جعل الله داء إلا وجعل له دواء، والداء الذي أصاب هذه البلاد وهذه الأمة هو داء قديم يتجدد، مرض عذار اسمه الفكر الخوارج أو الحروريون، الفكر الذي يبرر القتل بآيات القرآن، والذي يسفه أحلام الناس وعقائدهم ويستخدم الدم والسفك والسلطان والمال لتحقيق مآربه، يكفر ويتحالف مع أعداء الأمة ثم يمضي إلى التكفير مباشرة ويمر بمراحل التنظير والتكفير والتبجيل التي بيناها من قبل. لا نعودها إيشك. نظرية التنظير هي نظرية خاصة بي، قسمت فيها هذا الفكر، أي فكر متعصب إلى مستوى تنظيري يحشى فيها المتبع لهذا أو المنوم بهذا الفكر بمجموعة من النظريات تستمر لسنوات تقوم على جملة من التنميطات، العلاقات النمطية، العلاقات اللامنطقية بين الأشياء، جملة من المغالطات والإسقاطات، يعني يغالط في التاريخ، تسقط آية إن لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، تسقط على المتصوفة مثلا، إسقاطات كاذبة وتنميطات، شكل هذا يرمز إلى أنك متبع للنبي إلى غير ذلك عليه الصلاة والسلام، فيفقد ثلاث قدرات: التمييز والتحليل والنقد، لا يستطيع أن يميز بين الغث والسمين، لا يستطيع أن ينقد، لا يستطيع أن يحلل، هو لكن يعتقد نفسه أنه يحلل وينقد، لأنه ثم حكمة تقول الوهم ظنا منه أنه حقيقة يأخذ الحقيقة على أنه وهم. بعد ذلك تأتي مرحلة تكفيرية، يبدأ بتكفير نفسه ثم تكفير عائلته ثم تكفير الناس، طبعا حتى إن لم يصل إلى التكفير ولم يكفر هو ضمنيا سوف يقولها بينه وبين نفسه، يكفر إما ذاته أو يعلن بها يكفر بها الآخرين، لأن هناك شبابها طبعا هادئ ولديه طريقة أخرى وحشي بالنظريات، ولكنه ربما وجد منأى بطيبة قلبه أنه يريد يقول أنا أريد أن أتبع السلف الصالح. فأعتقد عدد كبير جدا من الشباب السلفي في هذا المنحة، منحة أنه أراد خيرا ولكنه اتبع منهجا لا يعرف تاريخيته ولا يعرف حقيقته ومضى فيه وهو حقه. وبعد ذلك تأتي المرحلة التفجيرية التي يقع فيها الكثيرون، تبدأ بتفجير ذاتي، تفجير عنفي، الضرب وافتكاك المساجد والحرق، ثم تصل إلى القتل، التفجير التنظيمي، إلى العنف المنظم، العمليات المسلحة وغير ذلك، وهذا لدينا الأدلة عليه تاريخيا، يعني ولذلك يتسلحون ويكدسون الأسلحة، ما يحدث في مالي مثلا، ما يحدث في دورهم في بلاد الشام إلى غير ذلك، وما حدث في التاريخ في أرض الحجاز في القرن التاسع عشر هو أدلة تاريخية بشواهد موثقة، والإنسان أن يبحث في صحة ذلك. فالله سبحانه وتعالى كما قلت ما ابتلى إلا وأعطى ترياقا، وهذا الفكر وهذا المنهج وهذه الطريقة وهذه النظرية إلى غير ذلك تتجدد كل مرة، وتجددت في المنهج الوهابي معروف، ثم غزت بلادنا بقوة والناس أخذوا دينهم بالتواتر، يعني المؤمنون في الأمة الإسلامية أخذون دينهم بالتواتر بشكل متواتر كابر عن كابر، ولا يهم العامة
أن يعرفوا تفاصيل العقيدة وتفاصيل يعرفوا ما يجب أن يعرفوا عن الله الذي ليس كمثله شيء إلى غير ذلك. أما أمور تفصيلية تدقيقية مثلا في التصوف في التوسل في إلى غير ذلك فيما ينبغي وما لا ينبغي بشكل مدقق هذا عن الذات الإلهية هذا كله ليس من وظائفهم، إنما كان في كتب العلماء وكان في بطون الكتب وكان في صدور الرجال. لما جاءت هذه الموجة واستخدمت الإعلام من قبل وأعدت العدة جيدا شكت الناس في معتقدهم وأخذت إليهم وسددت إليها شبابا كثيرين وبنات ورجال وأخذت هؤلاء ومضت بهم في طرق وستستخدمهم وقود لحرب ما كما يستخدمون الآن وقود في الحرب السورية. ربما البعض يمشي ولا يعرف أي شيء يظن أنه ينفر إلى الله وفي مسألة أخرى ينفر إلى فلسطين إن كانت تريد النفور. طيب عندما الحال هذا تفكرنا في الأمر لابد من استخدام علوم أخرى ربما لتجد علاجا، ربما العلاج المباشر من داخل المنظومة لا يمكن أن ينفع. في العلوم الحربية فرع كامل في المواثيق، العلوم الحربية القديمة يعني كانت المواثيق والتبنيد البنود هذا كان موجود في العلوم القديمة، منها أول قانون وضعي لحامورابي وهو يوثق أشياء، ومنها كتاب فن الحرب لسون تزو الصيني في القرن الخامس قبل الميلاد. هذا بند ووثق القواعد الحربية، أدى هذا الكتاب إلى توحيد الصين بعد ذلك لأنه فيه قواعد نفذت وطبقت. والأمم الحديثة عندما عانت من الحرب وخافت من انقراضها وقعت ميثاق الأمم المتحدة، ميثاق الشرف الصحفي، ميثاق الشرف المهني إلى غير ذلك. المواثيق هي بنود يتوافق عليها الجميع، من وظائفها الحفاظة، من وظائفها أنها تجمع وتوحد، أنها تجمع الشمل وتلم الشتات وتبين المتواتر بشيء موثق موضح. البعد الثاني أن علماء الزيتون في تونس عددهم كبير، يأتي البعض يقول لك لا وجود لهم، كي نظهرهم للناس علينا ببنود تبين حقيقة هذه البلاد التي تواتروا عليها، تشرح في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك بطريقة تبنيدية شبيهة بالمواثيق العسكرية بالقوانين. وهذه الطريقة المختزلة يستدل عليها طبعا بأدلة مبسطة، ليست المشكلة في الدليل، بعض ناقشنا في الدليل ليست المشكلة في الأدلة، يستدل عليها بمنهج مبسط نبين فيه أن بلادنا إفريقية ضمن بنود واضحة هي هذا الأول الثاني الثالث الرابع إلى غير ذلك. وطبعا الفكرة بقيت واستمرت لأشهر، وبداية الظهور بداية التمظهر هو كان تواصلا مع الشيخ محمد اللجمي، المهندس الشيخ محمد اللجمي، وبدأت الفكرة تولد بهذا أو تتمظهر بهذه الشاكلة، هي أننا بدأنا في التدوين وتحويل النظرية إلى تطبيق. وبداية التدوين طبعا أشرف أيضا معنا الشيخ فوزي بن تيشة. يعني إذن كنتم ثلاثة. نعم عودنا لسامي هذه المرحلة الفكرة هاي. المرحلة الأولى هذا التحضيرية، وهذه الفكرة طبعا كي نفهم أنه الفكرة شكرهم الثلاثة عودهم الفكرة سوف تمر من جانب ميثاق علماء تونس إلى ميثاق علماء الأمة وسيكون لكل بلد إن شاء الله ميثاقه. لابد من ميثاق علماء الأزهر، ميثاق علماء اليمن، الأخذ الذين أخذوا دينهم بالتواتر عليهم أن يقوم بهذا المواثيق. ثم تكلمت منذ زمن عن ميثاق السلم الأهلي أيضا يضم مبادئ يتفق عليها التونسيون، أن دماءهم على بعضهم محرمة، أنه لا يجب حرق العالم إلى غير ذلك. كل هذا يشار إليه بالضرورة في الدستور، ميثاق علماء تونس وميثاق السلم الأهلي. طيب ونعقد مؤتمر. نعم سنرجع إليهم ونعقد بعد ذلك مؤتمر دولي إن شاء الله. فبالنسبة للأسماء طبعا هي الموضوع كي يكون واضحا ليست مسألة الأسماء من فعل، لكن هذا الباب التوثيق التأصيل التاريخي بالضبط. العبد لله مع أخي محمد اللجمي والشيخ فوزي دكتور مازن الشريف، محمد اللجمي ومحمد اللجمي والشيخ محمد اللجمي والشيخ محمد بن تيشة من تلاميذ الشيخ حبيب الخوجة. طيب. والشيخ فوزي طبعا ما شاء الله من تلاميذ المشايخ الزيتون وأيضا من الذين تلمذوا في الشام. طيب. وتمت الصياغة طبعا، تمت مراجعات. كيف تمت الصياغة؟ طبعا أخذت أشهر،
وقتاش بديتوها بالضبط؟ بدأناها منذ يعني قرابة السنة تقريبا. والفكرة بدأت قبل ذلك بفترة وتمخضت، سبحان الله، هي تمخضات. والمسألة طبعا من الذين راجعوها أساسا الشيخ حبيب القلال، الشيخ الكامل السعادة، الشيخ فريد الباجي، الشيخ محمد الكامل السعادة، نعم، والشيخ فريد الباجي والشيخ الحبيب القلال، هؤلاء كانوا أول من راجع المحتوى في الميثاق. ولكن أعتقد أن الولادة الحقيقية لهذا الميثاق والسر الذي أخذه وأعطاه قوته، إن كانت قوته في ذاته، ولكن القوة التي بدأنا بها من خلالها ننشره بين المشائخ، وربما أنه أخذ سر روحاني كبير جدا موصول بعلماء الزيتونة، كان عندما وقع عليه وتبناه الشيخ كمال الدين زعيت رحمه الله. هو أول من وقع، هو أول من وقع وأول من اطلع على هذا الميثاق باسم الختامية وأقره وخلف وصية وأوصى به وظهر باسمه، أوصى بالميثاق، نعم، ظهر باسمه، أيوة، في صحيفة من الصحف، وظن الناس طبعا أنه هو كاتبه، ولكن نحن في هذه المسألة في التوثيق الجانب الاعتراف بالحق في هذا الجانب نقول ما حدث حقيقة. ومن جانب ثاني، في جانب مرجعية الميثاق ومصداقيته، يعتمدها في نصه وليست بأحد من الناس أيا كان هذا الشخص، كي نكون واضحين، الحق لا يحتاج إلى الرجال بل الرجال يحتاجون إلى الحق، إلى الحق، لا يبين الحق إلا بذاته. فكما وقع عليه الشيخ كمال الدين زعيت لأنه حق، وقع عليه البقية لأنه حق. ولكن من باب إرجاع الفضل لأهل الفضل، فإن توقيع سيد الشيخ كمال الدين زعيت رحمه الله وبارك روحه الطيبة كأنه أثر عظيم في تحفيزنا، كما أني لا أنكر أن خاصة جهود الشيخين محمد اللجمي والشيخ فوزي بن تيشة، الجهود المستمرة في الدأب وفي العمل وفي الصياغة وفي المضي إلى المشائخ والبحث عنهم، هذه جهود محمودة ومشكورة وهي أساس أيضا في هذا العمل. أذكرنا بعض الأسامي اللي أمضوا على الميثاق. نعم، الشيخ كمال الدين زعيت وقع، وأيضا أوصى المفتي العام للجمهورية الشيخ عثمان بطيخ، قال له هذا الميثاق عليه أن يعتمد وأمضى عليه، نعم، وقال هذا هو مذهبي وهذا ما درسته، ما درسته لصلة 40 عام، ولدينا تسجيل فيديو خاص بهذا الأمر. وظهر هذا الميثاق، وطبعا في يوم وفاته قالوا أن الشيخ ختم حياته بهذا الميثاق، وكأنما سكب عصارات روحه ومن أخذ عنهم بالسند، لذلك قلنا منهم من قضى نحبه منهم من ينتظر وبدل وتبديله في هذا الميثاق ودعا إليه. بعدها طبعا وقع من بين الموقعين مجموعة نخبة من المشائخ العلماء الزيتونة، واحد رأسهم مفتي الجمهورية، مفتي البلاد التونسية، الذي قال أن هذا دستور للتونسيين، اللي هو الشيخ عثمان بطيخ. نعم. وشكون الأخرين؟ من بينهم الدكتور عبد الجليل سالم، الشيخ محمد كمال سعادة، ومجموعة كبيرة، نحن الآن عندنا قرابة 160 توقيع ما شاء الله. وأول طبعا عربي داعي الإسلامي هو الشيخ عوني القادومي. ونسمعتي فما الشيخ أمضى وهو في المدينة المنورة. أي نعم، هو الشيخ محمد بن مهذب الفاهم التونسي، وهو عنا صورة تنوري. نعم، أحد الإخوة جزاه الله خيرا قام بزيارة المدينة المنورة ويعني أخذ توقيعه، هو مقيم غادي، هو مقيم في المدينة، وكان لكنه تونسي، أخونا الشيخ الهادي شطورو أخذ طبعا. وهذا ماذا يعني؟ يعني أن هنالك مقتنعين بهذا الميثاق، وهنالك رجال قائمون عليه وشباب، ولدينا صفحة على الفيسبوك الآن تجاوزت 100,000. شو اسمها الصفحة؟ ميثاق علماء تونس. ميثاق علماء تونس، هذه الصفحة ندعو الجميع الانضمام إليها. ونعد إن شاء الله لمؤتمر دولي، نأتي بعلماء ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يسدد الخطى ليجتمع الجميع حول هذا الميثاق، لأنه هذا الميثاق هو سيكون سفينة النجاة من هذه الفتنة. لماذا؟ لأنه الميثاق كل ما فيه، كل ما قمنا به ليس ابتكارا لشيء، ربما هي الفكرة كانت إشراقة من الله سبحانه وتعالى، ولكن قوته أنه بكل بساطة يبين ما كان عليه سلفنا الصالح، ويبين ما كان عليه أهل إفريقيا وعلماء الزيتونة تبيينا مبسطا، فيه شروح بسيطة
يمكن بعد ذلك الاستدلال عليه. نحن نفكر في كتاب اسمه الروض المونس في شرح ميثاق علماء تونس، يمكن الاستدلال على ذلك بالأدلة وبالكتب وبالعلماء وإلى غير ذلك. ونحن لدينا ما شاء الله من 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 نخبة من المحققين، على رأسهم أذكر أخي الشيخ نزار حمادي مثلا، رجل محقق ومدقق ولديه معرفة كبيرة. ونحن معنا إن شاء الله في طور إنشاء الرابطة الزيتونية التي تكون رابطة تضم أهل الميثاق، اللجنة الخاصة بميثاق علماء تونس، والتي تكون هي المخول الوحيد بمناقشة مسائل نشره ومسائل عقد المؤتمرات والتكلم باسمه، لأنه هذا الميثاق ليس أيضا من حق أي كان أن يأتي. أنت تعرف أن هناك مخادعين وراكبين على أي مسألة وركبوا على ثورة، وليس من السهل أن يخترقوا هذا الأمر. لذلك حرصنا على تبيينه، على تبيين مرجعيته، تبيين فكره. سوف نكون مخولين إن شاء الله بجمع، وندعو كل الجمعيات وكل الأشخاص المؤمنين بهذا الفكر. أنا أسس جبهة اسمها جبهة الاعتدال، هذه ضمن السلم الأهلي، ونحن منهم. نعم طبعا. وأيضا نؤسس الرابطة الزيتونية، كل الجمعيات والمنظمات المؤمنة بفكر الزيتوني، كل الداعمين من سياسي من غيرهم يريدون دعمنا في هذا المشروع الذي يعني كل التونسيين، فأهلا وسهلا بهم. وأيضا الذين لديهم إمكانية في الدعم المادي، نحتاج إلى كل دعم مادي. إذا ترى أنه المختلف عنا أو المخالف لنا يدعم بشكل كبير جدا، يغدق عليه من المال، ودائما أهل الحق دائما في قلة مادية وفي نصرة من الله سبحانه وتعالى، إن صبروا منصورون بإذن الله. وبينما أهل الباطل والعقائد المذلة، هؤلاء دائما يأتيهم مال قارون بشكل حاد، ولكن لن نعدم للحق رجاله من أهل المال ومن أهل العلم ومن أهل الحب ومن أهل القلوب ومن أهل الدعم. كل هؤلاء يجتمعون، كل هؤلاء يجتمعون على كلمة سواء في هذا الميثاق الذي ما هو إلا في حقيقة الأمر حقيقة إفريقية، معتقدا وفقها وطريقة ومنهجا. وهذا يثبت أننا نحن السلفيون الصحيحيون، ومن يدعي السلفية اليوم في تونس هم الخوارج الضالون. والله أنا لا أعمم يا سي محمد صالح، أنا أقول، قلتها وأقولها لا رياء ولا خوف من أحد، أكثر الشباب السلفي في تونس النسبة الكبرى 90% فصل تصحت 97، ما همش فاهمين الطرح، هم أرادوا حقا باتخاذ مطية لا يفهمونها جيدا، لعبوا لهم بعقولهم. أقول ربما أن البعض أيضا، أشوف رأى مش مسألة فقط لعب بالعقول، عندما تغلق المسارات، يعني هل انتشر هذا الفكر لقوتي أم لضعفنا؟ لضعفنا، لضعفنا. عندما تغلق المسارات دوننا، عندما يغلق دوننا أي تمويل وأي دعم، عندما يغلق دوننا أبواب السلطة، عندما تغلق أبواب الدولة، عندما دون فتح مجال الإعلام للشيوخ جمع الزيتون، عندما شيوخ الزيتون يغيبون في الفترة البرجيبية، يغيبهم بن علي إلى يومنا هذا، ثم يغيبون اليوم، يغيبونهم كنوز، كنوز هذه البلاد وسر روحانيتها، عندما يغيبون وعندما لا يترك لهم المجال، وعندما يتراخى من يتراخى وينافق من ينافق ويبيع ذمته من يبيع ذمته، وتبقى قلة قليلة مؤمنة، ولكن يصاب أكثرها بالإحباط. الناس الآن العامة والخاصة فيهم الكثير من الإحباط، عندما يصاب المقاتل بالإحباط، وأنت رجل تفهم جيدا عني هذا الكلام، عندما يصاب الجندي بفقدان روحه المعنوية فإن الأمر ينظر بالخراب. هؤلاء الشباب ما وجدوا طريق، لأنه عندنا زاد في الضفة الأخرى يسار متطرف، ولك اليسار العادي لدينا آلاف الطرق للتواصل معه، يعني نجد آلاف القنوات التي نتفق عليه، نتفق على الوطن الواحد، على المواطنة، على العيش المشترك، على السلم الأهلي، هؤلاء كله وفيهم، وأكثرهم نسبة كبيرة منهم هم تونسيون معتقدون في المنهج الزيتوني إلى غير ذلك، لكن هناك شرذمة قليلة جدا من المتطرفين الذين كانوا يستخدمهم النظام السابق، متصهينون يكرهون كلمة لا إله إلا الله، لا يحبون الدين، يحبون إلا التعهير والإفساد. هؤلاء عندما بسطوا سطوتهم فترة من الفترات وقاموا بإذاقة الناس المؤمنين والمصلين الويلات والتعذيب في السجون، أنتج ذلك أنه عندما جاءت الثورة هذا الشباب محمولا بهذه الروح المتألمة مضى واتبع هذا المنهج. ولكن لو وجدوا، وإن شاء الله سيجدوا إن شاء الله في حقيقة المنهج الموجود وفي حقيقة علماء الأمة ما يغنيه عن أي فكر آخر، ويبقى له المجال طبعا أن يختار ما يشاء في إطار من السلم والاحترام
وعدم إكراه الناس بالعنف. طيب نحن نتحدث عن ميثاق علماء تونس. نعم. أولا ما هو الهدف من وراء هذا الميثاق وما هي فحوى ما هو محتوى الميثاق؟ هو الميثاق كما قلت الهدف مسجل في الفكرة الأولى. الفكرة على غاية البساطة والتعقيد وهي إظهار ما تواتر عليه الناس في أمر مكتوب يمكن مع ذلك أن نقوم به في إطارات مثلا يكون في لوحة مؤطرة مثلا في 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 مساكين في كل مكان في وريقات في كتب في في ما شئت ويمكن نشره بالعالم الافتراضي العالم المادي هذا ينتشر في كل بيت تونسي إن شاء الله إن شاء الله كي يعرف التونسيون الذين نسوا ذلك طبعا غيب جامع الزيتون نسى الشباب الأجيال نسيت كي يعرفوا ما هي الزيتونة وما هي معتقد أهل إفريقية عندما يأتيك شخص آخر يقول لك مثلا أهل إفريقية كانوا على المنهج اتباع بوذا مثلا كانوا على فكر كونفوشيوس ما هي المشكلة بين الفكر الوهابي مثلا وعلماء لماذا رفضوه هل هؤلاء الذين في جامع الزيتونة هل أضافوا للأمة شيئا هل جامع الزيتونة كان منارة شكيب أرسلان المفكر يقول هو منارة مثلا بين الشاهدين على ذلك فعندما نبين ذلك ما هو المعتقد ما هي عقيدة أهل إفريقي التي عليك أن تأخذ بها لأن ذلك عقيدة سلفك عليك أن تنتمي ولا يكون في قلبك غل لمن سبقك بالإيمان ومن أوصل إليك الإسلام كيف كان نظرهم الفقهي على أي مدرسة اعتمدوا وعلى الأمة كلها أن تعتمد على المدارس الأربعة التي أقرت إلا ما كان من اعتماد الشيعة على المدرسة الجعفرية إنما المدرسة أبي حنيفة النعمان أهل السنة والجماعة وإمام المالك نعم وإمام مالك وأحمد بن حنبل أحمد بن حنبل والشافعي والإمام الشافعي صحيح أنه في تاريخ الأمة ظهر جهابذة مجتهدون آخرهم الغماري مثلا ووصل إلى المجتهد والإمام الأوزاعي قيل أن هذه مدرسة ليث بن سعد وغير ذلك ولكن أقرت هذه المدارس عندما يأتي آخر من خارج تلك المدارس أو يدعيها على ماذا اتفقت كلها من جانب العقائدي كلها على الماتريدية والأشعرية 99.99% من الأمة الإسلامية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الأمة لا تجتمع على باطل وأنه الحق مع السواد الأعظم السواد الأعظم للأمة في تاريخها كله كان على الأشعرية والماتريدية والاختلاف بينهم اختلاف بسيط جدا في مسائل قليلة ولكنهم جميعا على التفويض والإمرار نفوض صفات الله إلى الله ونمرها كما جاءت ونثبت لله صفاته دون أن نقيدها بتجسيم وتكييف أو بمكان أو زمان بالضبط أنه لا ينبغي لخالق أن يكون في مخلوق هو خلق المكان والزمان لا يحل الخالق في مخلوق ولا يحل الذي هو لا زمن له في زمن ولا يحل الذي هو فوق المكان في مكان أو سماء ولا يحد بصفة وقد خلق الصفات ولا يحد بجسم وقد خلق الجسم ولا يحد بحد وقد خلق الحدود والجهات هذه هي المسألة ولكن يا أخي هل يسمعك من لا عقل له نحن نستمع العقل في السنة والجماعة أهل السنة والجماعة ولكن هم لا يستعملون عقل وأن المسألة بالنسبة للميثاق ليست غايته فقط رد الشبهة من أهل الشبهة لأن أهل الشبهة سوف يمضون إنما شهادة الحق بالحق شهادة حق يعني حبا في الحق وليس كرها في الباطل طيب فهذا هو الهدف من الميثاق هو توحيد كلمة الإفريقية التونسيين وكما قلت لك أن الفكرة التي خططت لها منذ البداية هي أن يعقد وتكلمت عنه مرارا في الإعلام ميثاق للسلم الأهلي ميثاق لعلماء تونس بعد ذلك ميثاق علماء الأزهر اليمن وغيره إن شاء الله سوف نمضي إليهم جميعا المشكلة الإشكال في الفكرة بعد ذلك في ميثاق علماء الأمة الأمة كلها هذا على برنامج طموح إن شاء الله ينجح إن شاء الله. بإذن الله سنسعى فيه وبإذن الله لدينا من الإيمان بالله واليقين بالله والتوكل عليه والعزم عليه إن شاء الله بإذن الله تعالى ما دام الله يطلع على القلوب ويعلم صدق النية وأنها في سبيله فقط لا نريد منها جزاء ولا شكورا ولا تظاهر ولا ظهورا إنما نريد من ذلك كلمة حق نقولها رب العالمين يوم نلقاه
هذه هي الغاية إن شاء الله سوف نمضي فيها. الميثاق قرأه الكثير من علماء الأمة إن شاء الله، وصلوا إليه بعض الإخوة ويظهرون دعما كبيرا له وسرورا كبيرا به. وما دام الشيخ كمال جعيت بفضل الله قد أوصى به، وذلك الرجل ما أراه إلا صالحا بإذن الله، فإنه ربي سبحانه وتعالى ببركات هؤلاء المشائخ الذين طفنا عليهم وبسعينا إن شاء الله فإنه سوف يلاقي النجاح. بينما طيب المحتوى إن شاء الله، المحتوى لازم نتكلم عن المحتوى لأنه طويل، سنلخصه فيه عدة صفحات. هو الميثاق فيه ستة صفحات، خمسة ونيف. هو الميثاق صفحات ونيف. الميثاق سيدي بنود كما قلت لك. أي. يعني ديما نتخيل الميثاق مثل كما كانت البرديات من قبل في ورق البردي وتفتح هكذا وفيه مبند مثل القانون العسكرية القديمة. الميثاق طبعا بعد الحمد لله وبعد الشكر، وأما بعد فنحن علماء الزيتون وأتباعهم وتلاميذهم من كان على منهجهم، ونظرا لما بدأت تشهده بلادنا من حملات تشويه وتغيير الهوية ومحاولات لفصل التونسي عن ماضيه وأمجاده وهويته الأصيلة وعقيدته السمحة، فنندعو لهذه الوثيقة ونقر ونبين ما يلي. البند الأول بند مهم جدا، ما بإيجاز من طبعا التونسيون أهل اتباع الابتداع منذ الفتح الإسلامي. ما معناه؟ شو معناها اتباع الابتداع؟ لأنه قال أنه كل شيء بدعة اليوم. إذا مددتك في الصلاة تدعي بدعة، صليت على الرسول بعد الأذان بدعة، زرت مقام سيدي محرز بن خلف بدعة وشرك، دعاء القنوت يا رسول الله بدعة، دعاء القنوت، الفاتحة يوم خطبة بدعة، الفاتحة بعد الصلاة بدعة، كله بدعة، بدعة لا يجوز، صدق الله العظيم بعد تقرأ القرآن بدعة لا يجوز، بدعة لا يجوز إلى غير ذلك. وتلقى شخص موجود في كهرباء بدعية أتى بها شخص مؤديسون أو اخترعها اكتشفها، يعني هي موجودة، وفي كاميرا بدعية وميكروفون بدعي وهو يقص المنبر ويقول لك كل شيء بدعة. هم يؤمنوا بالعالم، هم الأرض ما يعرفوا إيش اللي هي مكورة. دعنا من ذلك، طبعا نحن لا نريد الشيوخ انتاعهم، ما أنا أعرف ذلك. نعم أعرف ذلك، لا يعترفون أن الأرض مدورة مكورة. إن صح أن الأرض مدورة فإنه الله عندما ينزل إلى السماء الدنيا بذاته كما يقولون سوف يبقى معلقا في نظرهم في السماء الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أهل إفريقية، خلينا نركز هنا، أهل اتباع الابتداع، يعني منذ الفتح الإسلامي إلى هذه اللحظة فإنه أهل إفريقية، هنا نتكلم على عامة الناس في الحكم العام، إلا من شذ أو خرج أو كان لديه حق في بعض الديانات الأخرى، ديانتين وبعض المذاهب الجزئية التي كان لديه وجود تاريخي جزئي، ولكن السواد الأعظم هم أهل اتباع، وعلماؤهم الذين هم زمام الأمر أيضا أهل اتباع، ليسوا أهل ابتداع. ما معنى أن العلماء هم المؤثرون فإن الشعب كله متبع لذلك. دكتور، ما معنى أهل اتباع؟ أي أنهم أخذوا بالسند الموصول إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ثم مدرسة إمام المدينة إمام مالك، عالم المدينة. نعم. وأخذ هؤلاء العلماء الجهابذة والمشائخ وأبطال العقيدة وفرسانها هذه النورانية، هذه المشكات، وكل يعطيها لمن بعده، علماء يؤخذ علمهم من الصدور ومن السطور بثني الركب أمام الرجال، وعلموا وأوصلوا هذه وأبدعوا في الأصول وأبدعوا في الفقه وأبدعوا، يعني إسحاق بن عبد الرفيع مثلا هو سن القضاء وقننه، وابن خلدون وغيرهم، وفي المنطقة ابن عرفة، هؤلاء مدرسة علي بن زياد أساسا، أساس علي بن زياد، وانطلقت إلى هذه الساعة. صحيح أنه وقع التغييب، ولكن بقي علماء الزيتون موجودون، وبقي الشعب التونسي آخذا بذلك سرا في نسله ذرية بعضهم من بعض. طيب، إذن هم أهل اتباع وليسوا الثاني. أهل بدعة. طيب. فهمنا هذه، نتعدوا البند الثاني، يعني المتفقين عليه التوانسة كله ليست مسألة بدع، اللي جي يشكك في ذلك فعليه أن نرجع إلى أقوال العلماء من أهل بلادنا. اثنين، عقيدة علماء الزيتونة، ما أن علماء الزيتونة هم صلب الموضوع، هذا الجامع، هذه القبلة الرابعة، فإن العقيدة الخاصة بهم والتي لابد للمسلم منها، أن المعتقد مسألة مع الذات الإلهية، مسألة لديها قيمة وقداسة، هم جميعا على معتقد السلف الصالح أن الله ليس كمثله شيء. وهذا المعتقد جاء الإمام الأشعري والماتريدي، وطبعا هي نفس المسألة، اختلف قلت لك في مسألة صغيرة، وهي نفسها كما هي
ولكن أضيفت صياغات احتوج إليها في مجادلة المتكلمين فقط، أضيفت أمور كانت الحاجة الملزمة، لأن الإسلام دين حي، ليس الإسلام جامد، ليس اتباع النبي عليه الصلاة والسلام عن الجمود وعدم مواجهة مسائل الوقت. لذلك وجد الاجتهاد والقياس واستخدام العقل، ليس النقل بساجن للعقل، إنما يتأسى العقل بالنقل، ولكن يبدع مع العرف، يبدع مع قضايا الواقع، يبدع مع تحديات الآخر إلى غير ذلك. فالمعتقد الأشعري هو نفسه معتقد السلف الصالح، المعتقد الماتريدي هو نفسه المعتقد السلف الصالح، هو نفسه معتقد الأشعري، على اختلافات بسيطة جدا في مسائل قليلة للغاية، وهي أن الله ليس كمثله شيء، ليس بجسم، ليس في أين، ليس بكيف معين، لا يحد حده الحدود إلى غير ذلك، هناك ما ينبغي لذاته سبحانه وتعالى وما لا ينبغي لها، هناك محالات، من محال الله سبحانه وتعالى أن يكون لديه شبيه ونظير، من محال الله سبحانه وتعالى أن يكون محتو في مكان، من محال الله سبحانه وتعالى أن يتنزل بذاته وأن يكون حالا بنفسه في سماء تحده ومن حوله عناصر الفراغ، وكأن الله محاط بفراغات، مع ذلك الله وليكون لديه جسم ويكون لديه يد كما للإنسان يد، ويقولون لديه رجل كما للبعير رجل، إنه غير أنه ليس كمثل شيء. طيب، هذه البند الثاني. طيب بدقيقة هنا، أنا نقرأ في البند الثاني مذهب الإثبات والتفويض، ما معنى هذا؟ هو الإثبات والتفويض أي نثبت لله صفاته التي ذكرها في كتابه. كل شيء هالك لوجه، أو يد الله فوق أيديهم، أو إنك بأعيننا، مش معنى عنده يد، هو نثبت وجودها. لأنه الجهمية والمعتزلة قالوا أنه ننفي نهائيا الصفات، نثبت وجودها وجوبا لأن الله أقرها، أقرها. ونفوض معناها إلى الله، ونتأول منها ما يليق بمقامه سبحانه، فنقول مثل يد الله هي قوته وسطوته، أو نقول استوى أي ملك مثلا إلى غير ذلك، لا نقول جلس. تمضي، تختلف التأويلات، ليست مشكلة، ولكن لا تشط مثلما تأول القرامطة مثلا في مسائل الباطن وغير ذلك، ولا تنحصر ولا تعطل، لا تعطيل ولا تجسيم. نمر للبند الثالث. البند الموالي، المعتقد في المعتمد في الفقه عند علماء الزيتون. ايوه، ما معناه؟ كل مصر من أمصار الأمة قيض الله له سبحانه وتعالى مدرسة، مثلا مدرسة العراق، مدرسة كان فيها جدل مع المتكلمين، وكانت فيها قضايا معينة. مدرسة المدينة كانت متأصلة أكثر، ولكن مدرسة الأحناف مثلا فيها رحمات ونفحات كثيرة اعتمدت واستؤنس بها، والإمام الشافعي استأنس بالجميع بعد ذلك. معناه أنه الاختلاف بين المذاهب هو اختلاف في بعض المسائل فقط، يسميه أنا بالاختلاف التكاملي، وليس خلاف، ليست قطيعة. كلهم على نفس المعتقد، كلهم يعبدون نفس الله بنفس العقيدة، يتبعون نفس النبي، ولكن بعض الاختلافات جاءت رحمة لأنها تتماشى مع العرف، مع عرف الناس وما تعارفوا عليه، لأنه تختلف المعطيات البشرية والاجتماعية وغير ذلك تختلف. فلذلك مع تطورات الزمان ومع تكييفات مع الواقع، ما يسمى بفقه الواقع، ومع أولويات معينة، فقه أولويات، رتبت المسائل، ولكن يستأنس بالجميع. احنا المدرسة التونسية مثلا، سيدي أسد بن الفرات كان تعلم على يد الإمام مالك، وتعلم أيضا على يد الإمام أبي حنيفة، وكان يقال له أوقد السراج الثاني، فكان يستأنس بالأمرين، وبدأ مدرسة الأسدية تسمى. إمام سحنون تلميذ عبد الرحمن العتقي تلميذ الإمام مالك، جمع المدونة الإمام مالك ومجموعة طبعا يحيى بن عمر وعلي بن زياد وغير ذلك. فالمعتمد في المدرسة هي المدرسة المالكية، وهذا ليس مسألة سهلة، هناك مئات وآلاف الكتب، آلاف الكتب وآلاف العلماء، وأبدعوا وتعمقوا في هذا الفقه وأثروه وأوصلوه إلى أصقاع الدنيا، وكانوا في الأصول، وكانوا متميزين في قواعدهم، في انضباطهم، في أخذهم بدقة بمنهج النبوة، بنور النبوة، بمنهج الإمام مالك، وفي رأفتهم ورحمتهم بالناس، وفي استئناسهم بما يجب الاستئناس به، وفي تواصلهم مع بعضهم، في تراحمهم، في ردهم على المبتدعة وردهم على أهل الأهواء إلى غير ذلك. فهذا هو الفقه الموجود، هو فقه الإمام مالك، هو مذهب الإمام مالك، مذهب جامع الزيتونة هو مذهب الإمام مالك، كما قلنا في السابق عقيدة جامع الزيتونة هي عقيدة الأشعرية الماتريدية. طيب، العقيدة الزيتونة هي العقيدة الأشعرية، أشعرية.
والمذهب هو المذهب الإمام مالك. مذهب مالك. باهي نمر إلى البند الرابع. التزكية. ما هي التزكية؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. المرحلة المكية كانت كلها مرحلة تزكيات. التزكية هو صفاء النفس، هو امتلاؤها بلا إله إلا الله وخلوها من غرورها، هو تنظيف القلب تطهيره، هو صقل للعقل، هو منهج سلوك كامل وتربية. وهذه التربية كانت تسمى تزكية، ثم بعد ذلك بتطورت الأمة بعد الإمام الحسن البصري تقريبا أو معه سميت التصوف الصوفية. وكان شيخ الجماعة في هذا الباب الإمام الجنيد بالقاسم الجنيد، وكان معه نخبة سهل بن عبد الله التستري سري السقطي طبعا في 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 القرن الأول في في فيما أذكره إن شاء الله ما خالفتنيش الذاكرة. الإمام الجنيد هذا الرجل كان من كبار علماء السلوك، وكان في زمنه كما قلت نخبة من العلماء، الرعيل الأول هذا منهم كما قلت سري السقطي، منهم سهل بن عبد الله التستري، منهم ذنون المصري وغيرهم، والحارث المحاسبي وابراهيم البطائح وابراهيم الأدم، مجموعة كبيرة. هذا المنهج لخص في الجنيد. طيب معناها علماء الزيتونة على تاريخهم كانوا متصوفة أو أصحاب تزكية، أصحاب مشروع تنويري داخل النفس البشري، تزكية الروح، أصحاب مشروع تزكوي طيب. سلوكي اللي يصبح طوى الصوفية. أيه. رغم أن الصوفية نفسها دخلت فيها مدارس كثيرة وفيها الكثير مما حاد عن الطريق الحقيقي، لكن أصل المعدن هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، وأصل المسألة فإن لم تكن تراه فهو يراك. أصل المسألة تزكية، لأنه لا يمكنك أن تنتج فقيها أو أن تدرس فقيها تجهزه يحكم بالناس وقلبه غير سليم ونفسه غير مستقرة، لابد من تزكية. لذلك الذين أخذوا منهج آخر ليس لديهم تزكية، يضرب ويشتم، إنما هذا السمت من الهدوء والأخلاق والكمال والحنان والحب للناس والمنهج الجمالي، بعد جمالي كبير جدا، بعد منطقي، بعد عقلاني، هذا كله يحتاج إلى التزكية. طيب. وكما قلت هو كله شرح لمتن ابن عاشر، قوله في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الإمام الجنيدي السالك. البند الخامس. نعم، البند الخامس هو علماء الزيتون هم مرجعية أهل تونس. هذه مسألة نرجع فيها لما يراد فعله بجامع الزيتون المعمر. المرجعية ما يرجع إليه في جانب الفتوى، في جانب حكم الشيء، هل يجوز لا يجوز، كيف هو كيف يكون. نحن الآن تأتينا الفتاوى من الفضائيات، هذا شرك، هذا بدعة، هذا فتاوى مضحكة، نعم هذا كفر، هذا كذا، ثم دخلت البلاد بعد الثورة. أي مرجعي لنا اليوم؟ البعض يقول لك أفتيت، طيب من أنت حتى تفتي؟ مرجعيهم علماء الزيتونة وتلاميذهم والآخذون بمنهجهم. لدينا مفتي عام للجمهورية، ولدينا أيضا وهو زيتوني، ولدينا أيضا علماء زيتونيون، وأيضا لدينا تلاميذ لهم وتلاميذ لتلاميذهم، أي لدينا المنهج موجود عند رجال من قائمين به من دعاة وغير ذلك. المرجعية هم علماء الزيتونة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أراد مرجعية أهل إفريقية وتونس، أهل تونس خاصة إفريقية معناها تونس، نعم خاطر ممكن فما ناس ما يعرفوا إفريقية اسم تونس، اسم قديم لتونس. تونس هذه مرجعية أهلها هم علماء الزيتونة. ونحن في الميثاق عندما يوقع الشيخ كمال الدين الجعيد يقول هذا ما نحن عليه، وعندما يوقع العلماء ويوقع حتى علماء الأمة وإن شاء الله سوف يوقعون أكثر، فهذا يدل على أن ما ذكرناه هنا هو الحق. في النهاية طبعا تأتي ورقة مثل هذه وهي موجودة على الانترنت على الفيسبوك، من كان يعرف شيخ زيتوني في قريته من أهله يأخذ له، موجودة على الفيسبوك، يأخذ من صفحة الميثاق ويستخرجها يتلو عليه ذلك، يأتي بشهدين ويصور ذلك يرسله إلينا عبر الموقع في الانترنت، توقيع العالم ملاحظاته عليه، بلغنا الآن أكثر من 160 أو 170 توقيع، ونستمر إن شاء الله ونجتمع على كلمة سواء، والغاية أن هذه هي بلادنا على حقيقتها، هذا هو منهجها، هذا هو سبيلنا إلى الحق. هل يمضي الشيوخ جمع الزيتون أو الشخصيات، أي شخصية؟ هو إحنا الأساس عندنا هو أننا نجمع
تواقيع علماء الزيتونة والدعاة. بعد ذلك طبعا سننتقل في حركة أخرى للأمام. احنا حبينا دعم رئيس الدولة ولكن ما وعدنا به لم ينفذ ومثلنا لو وقع وكذا، ولكن أردنا دعم رئاسة الدولة برمزيتها كرئاسة الدولة التونسية، ونجدد له الدعوة أن تدعم رئاسة الجمهورية هذا المشروع، رئاسة الحكومة أن يدعم الطيف السياسي على اختلافه يدعم هذا المشروع أنه مشروع مهم جدا، أن يدعم أهل المال ويدعم أهل العلم ويدعم أهل المحبة وأهل التصوف وغيرهم الجميع أن يدعم هذا الميثاق، أنه هو ليس ميثاق ملك لشخص أو ليس ملك لمن اكتتبه أو من فكر فيه أو ملك لمن أشرف عليه، إنما هو ملك لكل تونسي، هو لكل هوية تونس، هو هوية البلاد التونسية، هوية والتي تونس يجب أن يشار إليها في الدستور. طيب. دينها الإسلام، ليس الإسلام الوهابي وليست البهائية وليست الزرادشتية، دينها الإسلام بمنهج هو منهج الزيتونة. بارك الله فيك بارك دكتور الله فيك. واضح الكلام، وندعو كل التونسيين للاطلاع على هذا الميثاق، وهو موجود في الصفحة، ذكرنا الصفحة، صفحة ميثاق علماء تونس على فيسبوك، صفحة ميثاق علماء تونس على الفيسبوك، فيها أكثر من 100,000. وفي الختام نقدم لكم كتاب سنقدمه في حصة لاحقة، وهو البرهان تأملات في العلم والقرآن للدكتور مازن الشريف، وسيكون موضوع حصتنا القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.